ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء شرعة الإسلام. وأتمنى وأدعو الله أن يأتي ذلك اليوم الذي أجد فيه وزير الداخلية الملتحي ورئيس الجمهورية ملتحي وكل الناس في مصر ملتحين، وأن تكون اللحية دلالة على المنهج، وأن يكون النقاب دلالة على المنهج. احنا أيام زمان لما كان في هناك أخت وإحنا في الجامعة لابسة بس كان بيسموها التدينة، كان في هناك أشارب صغير كده بيدشنقوا به، فاللي تبقى لابسة بس كده أشارب كبير شوية كان يقول لك دي لبسة تدينة، لبسة تدينة من الدين. انظر، انتوا طبعا ما سمعتوش الكلام ده، يقول لك لبسة تدينة من الدين، وكانوا يقولوا فلان ديت فلانة دي سنياية، يقولوا كده سنياية لان لبسة حجاب كبير شوية. سبحان الله، فكان الأشرب الكبير دلالة على ماذا؟ على المنهج والسنة. دلوقتي ممكن تجد واحدة منتقبة وحتة واد دماغه عاملة زي الأنفد ولابس حصاصة في إيده وانسيال في رجليه وسلسلة في رقبته والبت معلقة في إيده وماشيين ماشية أنا ما رضاش أمشيها مع زوجتي، قلة أدب. ولو جيت شاورت له كده يا حبيبي أنت من دي، يقول لك بس دي خطيبتي. خطيبتك هي دي المصيبة التقيل. المنتقبة ده هي أنت خطيبها، الواد نازل بنطلون والتوكة بتاعت الحزام قد راس الثعلب والحزام تخين والشورت ظاهر من البنطلون وحالته مصيبة وشعره منكوش، كل شعره في جنب. انت خاطب الاخت دي وهي رضت بك ان تكون خطيبا لها من كترة الاشكال دي في الجامعة وفي الشارع، اصبح دلوقتي النقاب لا يدل على ماذا؟ على دين ولا على منهج. كان الأول يقولك أنا عاوز أخت منتقبة، نحن نريد أن يكون النقاب دلالة على منهج، ونريد أن تكون اللحية دلالة على ماذا؟ على منهج. لا أنسى أبدا أحد إخواني أيضا برضك في الحرم كان زوجته وأختها كانوا معاه، فالمهم مش عارف زوجته راحت فين، فبينده بيقول يا ام علي، مش عارف كان امه ايه ولا ام علي ولا ام احمد ولا مش عارف ايه. المهم واحده منتقبه قالت له ايوه راح ترفع ايه النقاب، فاذا هي بفضل الله عز وجل يعني سوداء تماما ما شاء الله. بتقول له ايوه انا ام علي او انا ام احمد. طب ايه النقاب ده؟ هو لما واحد ينادى على واحده منتقبه تقوم رافعه له النقاب وتقول له انا ام علي او انا ام احمد؟ يبقى نقاب ايه ده؟ ايه النقاب ده؟ لما يعني لما تنزل المطار، والكلام ده انا رايته سواء في مطار القاهره او في جده او في المدينه او في دبي او كده، تجد المنتقبات منزله النقاب عند كده مناخيرها كده ورافعه النقاب واحيانا شعرها ظاهر، يبقى نقاب ايه ده؟ وايديها لغايه هنا والذهب ظاهر من هنا وهنا. طب انت يبقى لازمتها ايه النقاب ده؟ يعني ما فيش الا بوقك هو المداري؟ طب ما بنقصه، ما بنقص البوق ده بقى، يكشف البوق ده بالمره بقى. ولذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله لما سئل عن النقاب قال بحرمته، ويقصد بالنقاب اللي هو المتنيل ده، لأن النقاب أتى من ماذا؟ من النقب. النقب يعني يبقى فيه خرمين موجودين في القماش، فكل ما كان الأمر ضيق كل ما يبقى أفضل. لكن تنزل لغاية هنا كده وترفع لغاية هنا وربما برضك يظهر جزء من الشعر، والله بعض يعني أحيانا ينزل الشعر لغاية يعني تنزل شعر من تحت البتاع. الله، هتقول ملتا ما هو بقى رايحين جايين ومش معقول تغمض عينيك، فانت يعني غصب عنك بتشوف المصايب المتلتلة دي. فانظر الى هذا النقاب، والعجيب ان هذا النقاب بدأ ينتشر فين؟ في مصر. تجد اللي لابسة العباية محزقة والترتر ولميعة
وسبحان الله ومشمره مش عارف ايه وايدها ظاهره ونص وشها ظاهر ويقول لك دي اخت منتخب. ايه ده؟ احنا عاوزين الامور كلها تتعدل، احنا عاوزين امور تتعدل. نحن نريد ان تكون اللحيه دلالا على المنهج، وان يكون النقاب دليلا على المنهج، ونسأل الله تعالى التوفيق ان شاء الله.